شكرا. قوات الأمن تحاول اقتحام جامعة أسيوط وتمطر جامعتي المنيا والمنصورة بقنابل الغاز. وزارة الداخلية تمنع الزيارات رسميا عن مرسي بدعوى التخوف من نقل رسائل تحرض على العنف. جدل متجدد حول استخدام الدين في السياسة بعد دعوات للتصويت بنعم على تعديل الدستور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من الجزيرة مباشر مصر، أهلا بكم. تواصلت المظاهرات الطلابية الرافضة للانقلاب العسكري في عدد من الجامعات المصرية، وتواصل معها التصدي الأمني العنيف، حيث استخدمت قوات الأمن في جامعة أسيوط القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق مظاهرة مناهضة للانقلاب داخل حرم الجامعة. وأكد شهود عيان إصابة عدد من الطلاب بحالات اختناق، وكان الطلاب قد نظموا مظاهرة احتجاجا على اقتحام الجامعة خلال اليومين الماضيين، ورددوا شعارات رافضة للانقلاب وطلبوا بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين. وكما تشاهدون مشاهدينا الكرام، هذه لقطات حية تأتيكم من محيط جامعة أسيوط. وفي جامعة المنيا قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع على مسيرة داخل حرم الجامعة، حيث كان عدد من طلاب جامعة المنيا يتظاهرون احتجاجا على استمرار اعتقال عدد من زملائهم وطريقة التعامل الأمني تجاه مظاهرات الطلاب الرافضين للانقلاب. كما نظم طلاب جامعات بورسعيد وبنها والزقازيق وشبين الكوم وقفات احتجاجية مماثلة، وذلك تنديدا بالانقلاب العسكري وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين. كما فضت قوات الأمن بالقوة مظاهرة لطلاب جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز، فيما قال شهود عيان إنه تم اعتقال عدد من الطالبات. وقد شارك في المظاهرات قبل فضها الآلاف من طلاب الجامعة مرددين هتافات تندد بالممارسات القمعية من قوات الأمن وترفض قانون التظاهر. هذا وقد عمت المظاهرات جامعات عدة بمختلف المحافظات تنديدا بالقمع الأمني للتحركات الطلابية ورفضا للانقلاب العسكري. وانطلقت المظاهرات في جامعة الشرقية والقاهرة والمنوفية وغيرها للتنديد بالممارسات القمعية من قوات الأمن والمطالبة بمحاكمة قتلة عدد من الطلاب خلال الفترة الماضية. كما شهدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر شهدت مظاهرات مشابهة. أعلن أحمد الحسيني المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب بجامعة الزقازيق، أعلن أن طلاب الجامعة أعلنوا اليوم البدء في اعتصام مفتوح أمام مبنى رئاسة الجامعة لحين تحقيق مطالبهم كاملة، وأضاف أن المطالب تتمثل في الإفراج الفوري عن كافة الطلاب المعتقلين وعددهم 46 طالبا، بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ونائب رئيس الجامعة المغيبين في سجون الانقلاب، وكذلك إقالة رئيس الجامعة وكل من تسبب في أعمال العنف داخل الحرم الجامعي وإعادة فتح المدينة الجامعية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أحمد الحسيني المتحدث باسم حركة طلاب ضد الانقلاب. أستاذ أحمد، يعني لماذا طالبتم بوقف العمل بالجامعة وإقالة رئيس الجامعة؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. بس هو قبل التعليق على الخبر، في خبر عاجل الآن، طالبات كلية الدراسات الإسلامية يتم احتجاز 50 طالبة الآن داخل الكلية، ويتم استدعاء الأمن بعد التعدي على الطالبات بتصفيات الحريق وبالعصي، ووكيلة الكلية تستدعي لهم الشرطة
وبصراحة تخبرهم إن مش هتخرجوا إلا إذا حصلت. ده طبعا كلية الدراسات الإسلامية فرع الإسلامية جامعة جامعة الأزهر. الأزهر فرع الزقازيق. نعم. وده عقد فعاليتهم، كانوا عاملين فعالية لرفض الفصل ل 11 طالبة، في 11 طالبة في الكلية فصلوا عام كامل، والطالبة فصلت ترم. فصل دراسي كامل. نعم. ده الآن الطلبات محتجزات ويتم استدعاء الشرطة. بالرجوع للخبر للتعليق عليه، النهارده طلاب جامعة الزقازيق بعد إرسال إنذارات عدة على مدار العام من بداية العام واستمرار فعالياتهم وتصاعدها، الآن قرروا اعتصام أمام مبنى إدارة الجامعة. والاعتصام النهارده فقط كان بالنسبة لنا هو إنذار أخير. بدأنا اعتصام ساعتين وأوصلنا رسالة قوية لرئيس الجامعة ولإدارة الأمن أنه إذا لم يتم الإفراج عن زمايلنا المعتقلين وتحقيق مطالبنا لن نسمح أبدا باستمرار الدراسة بدون هؤلاء الطلاب. يعني أحمد الاعتصام استمر لمدة ساعتين وبعدها غادرتم مبنى رئاسة الجامعة. تمام. طب هل تنوون مواصلة الاعتصام في الغد؟ بالغد، وان شاء الله الاعتصام لن يستمر بنفس الشكل بل سنصعد من وتيرته، لان احنا مصرين ومصممين ولن نقبل ابدا باستمرار الامتحانات بدون هؤلاء الطلاب المغيبين، خاصه في سجون هؤلاء الانقلابيين بدون اي اسباب واضحه. وما هو جدير بالذكر ان كنا الاول بنتحدث عن كيانات وعن فصائل معينه بتشترك في المظاهرات، بعد اعتقال هذا العدد من الطلاب والاعتداءات المتكرره من البلطجيه برعايه رئيس الجامعه. نعم. وجدنا ان شرائح واسعه جدا من الطلاب بتشارك في هذا الاعتصام وحريصه جدا عليه. اشكرك شكرا جزيلا احمد الحسيني المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب. كما خرجت مظاهرات طلابيه في مقر جامعه الازهر الرئيسي بالقاهره وعدد من افروعها بالمحافظات. وأعلن الطلاب أن تظاهرهم اليوم يأتي إحياء لذكرى استشهاد الشيخ عماد عفت أحد ضحايا أحداث مجلس الوزراء تحت شعار شيخ الثورة. كما ندد الطلاب بإحالة 34 من زملائهم للجنح وذلك في أحداث مدينة الجامعية، وطلبوا بالإفراج عن زملائهم المعتقلين. وخرجت مظاهرات أخرى في أفرع جامعة الأزهر بمحافظتي الشرقية والغربية. قررت النيابة العامة إحالة 34 من طلاب جامعة الأزهر إلى محاكمة الجنح على خلفية أحداث المدينة الجامعية، وحددت النيابة يوم غد الأربعاء لبدء محاكمتهم. وكانت اشتباكات قد وقعت بين الطلاب وقوات الأمن ومن يوصفون بالبلطجية حاولوا اقتحام جامعة الأزهر والمدينة الجامعية للطلاب، وقتل خلالها طالبان وأصيب العشرات. كما نظمت طالبات جامعة الأزهر فرع الزقازيق سلسلة بشرية تنديدا بفصل 11 طالبة من زميلتهن، وذلك لمدة عام دراسي كامل، وذلك لرفضهن الانقلاب العسكري وللمطالبة بعودة الشرعية. وطالبت المتظاهرات بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، وأعلنوا رفضهم لقانون التظاهر الجديد، ونددوا بالممارسات القمعية من قوات الأمن واعتداءات من بعض من يوصفون بالبلطجية أثناء المظاهرات. وينضم معنا في الاستوديو الأستاذ أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بك. ويبدو أن الحراك الطلابي والمظاهرات الطلابية متصاعدة في مختلف الجامعات، وأيضا القمع الأمني لا يتوقف. واحنا النهارده احنا بنتكلم في الشهر الثاني من بدايه العام الدراسي، وان الـ ان الـ ان المظاهرات في الجامعات المصريه بشكل واضح كل يوم في التزايد، كل يوم بتخرج كل يوم بشكل مستمر للمطالبه بالافراج الفوري عن كل الطلاب المعتقلين، بمطالبه بجامعه حره وطن حر. لكن يعني هذه السلطه الامنيه القمعيه فشلت فشل ذريع في وقد وقمع تلك المظاهرات، وكان يعني تصريح وزير الداخليه ثم ما نراه اليوم في كل الجامعات المصريه بلا استثناء، بيقول من 300 ل 500 طالب. النهارده بنشوف كل الجامعات المصريه بلا استثناء من القاهره الى اسيوط الى الاسكندريه الى كل الجامعات المصريه بلا استثناء. لكن هنا في نقطه هامه لابد ان نشير اليها، يعني في ظل الوقت الذي نرى فيه كل هذه الانتهاكات في حق طلاب مصر وفي حق ايضا
اساتذه الجامعات، نرى بعض الاتصالات من رؤساء الجامعات ومن بعض عمداء الكليات للتفاوض مع طلبه الجامعات المصريه. في نقطه هامه ايضا فوجئت انا بيها. هذه معلومه استاذ احمد، هذه معلومه اتصالات من قبل بعض رؤساء الجامعات. انا في حد بيتواصل معايا من بعض ادارات الجامعات بشكل مباشر لحل تلك الازمات الموجوده دلوقتي في الجامعات، فانا وبعض اساتذه الجامعات بيتواصلوا معايا بشكل مباشر، واحنا لابد ان احنا نخرج من الازمه الحاليه. انا قلت لهم بشكل واضح احنا كطلبه بقالنا شهرين بنتظاهر، والتواصل ده بيدل على براءة كل الطلاب. يعني عندما يلتقي، يعني دليل مثلا عندما يلتقي عميد كلية تجارة جامعة الأزهر وهو دكتور سيد عبد العال، وهو عميد كلية تجارة، بيلتقي باتحاد طلاب الجامعة منذ أكثر من 3 أسابيع أو شهر. العميد ده بالظبط كان بيقطع أي ورقة تتعلق للطلبة، بيطالبوا بمحاكمة، بيطالبوا بحق الشهداء، وكان بيقطع لهم أي ورقة بتنادي بالحرية للمعتقلين، وفصل الطلبة وفصل اتحاد الطلبة، وحول أكثر من 70 طالب في كليته إلى مجلس تأديب. أول امبارح اجتمع بالاتحاد وقال لهم مطالبكم، وأنا والله مضغوط عليا، وأنا مش قادر أعمل أي حاجة، ومش قادر أتحرك، ومش يعني ده إذا كان عميد الكلية بيتكلم بنقطة. النقطة الثانية برضو إدارة الجامعة في نفس النصاب تتكلم معايا، إحنا عاوزين نروح الامتحانات، عاوزين ننجز، عاوزين نعدل الامتحانات على خير، ونحاول نشوف الطلبه المعتقلين نخرجهم. انا قلت لهم يعني هل باعتقادك ان ادارات الجامعات تحاول تهدئه الامور قبل الاستفتاء على الدستور؟ بشكل واضح ان بعض عمداء الكليات تواصلوا مع الدكتور اسامه العبد رئيس الجامعه، وقالوا له ان الوضع في يعني بشكل واضح قالوا له ان الوضع في الجامعه صعب جدا. امبارح عندنا 7 كليات ما فيش امتحانات فيها، كان عندنا امتحانات تخلف امبارح، ما فيش امتحانات تخلف حصلت امبارح، الطلبه عامله اضراب، الكليات مقفوله. نعم. كان طب وهندسه وصيدله، كان طب وهندسه وتجاره ولغات وترجمه وزراعه، تقريبا اكثر من 7 كليات، كذلك ام بنين وبنات. لكن انا بقول رساله لمن هو يرغب ان يتفاوض مع الطلاب، بقالكم اكثر من شهرين اتهمتوا الطلبه بالاعمال العنف، اتهمتوا الطلبه بالتخريب، فصلتوا الطلبه، اعتقلتوا الطلبه، جينا النهارده تقولوا للطلبه تعالوا روحوا الامتحانات وروحوا الدراسه. انا قلت سؤال واحد وجهته ليهم، قلت لهم انتوا عندما حسيتوا ان الامن تعدى الطلبه واتعدى الاعتداء على الطلبه وبدا الان ان يتعدى عليكم انتم كاعضاء التدريس وك إدارة الجامعة، يعني تحاول مرة أخرى العودة إلى الحراك الطلابي؟ لكن احنا بشكل واضح يعني مصرون على استكمال المسيرة. أستاذ أحمد عذرا للانقطاع نتيجة لتصاعد الأحداث داخل جامعة أسيوط، أستاذ أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر أشكرك شكرا جزيلا. وتنضم معنا على الهاتف الطالبة آية من جامعة أسيوط. آية، ما يعني كيف يبدو المشهد لديك الآن؟ في ضرب حضرتك في الجامعة، بيضربوا غاز وبيضربوا خرطوش تقريبا يعني في الاول، بس هما دلوقتي بطلوا ضرب خرطوش، بس بيضربوا غاز وغاز بشع يعني. ولسه المزرعه ما اتفضتش اصلا، هما بيحاولوا يدخلوا الجامعه والطلبه الحمد لله يعني واقفين عند البوابات. يعني هل كانت هناك محاولات لاقتحام الجامعه ولكن الطلاب تصدوا لها؟ ايه ايوه. هل توقف ضرب الغاز المسيل للدموع ام ما زالت قوات الامن تطلق قنابل الغاز عليكم؟ بشع جدا يعني، بيضربوا بشكل بشع خالص، الغاز يعني مغطي الدنيا خالص كده، بيوقفوا يا دوب 5 دقائق بس، بيضربوا كميه كبيره جدا مع بعضها، وفي ناس كتير جدا بتنزل عليها قنابل الغاز وبتتعوق، وفي بعض البنات اتصابت بالغاز في وشها، القنبله جت عليها وعورتها كمان يعني. هل هناك اصابات بالخرطوش ايه؟ لا ما هم بس اللي بيضربوا، احنا طلبه مش بنضرب. لا انا بقول يعني وسط الطلبه او الطالبات، هل هناك اصابات بالخرطوش وسط الطلبه او الطالبات؟ ايوه في الاولاد، بس يعني اصابات خفيفه الحمد لله يعني. نعم. هي دلوقتي بس هم دلوقتي حاملين اشتغلوا ضرب تاني حضرتك. وصف لنا بيحصل ايه، يعني يقوموا باطلاق قنابل مسيله للدموع او محاوله لاقتحام الجامعه ام ماذا يحدث ايه؟ هم عايزين هم يضربونا اول امبارح، وكانوا عايزين يدخلوا الجامعه بس ما يدروش، والنهارده كانوا جايين لنا في بدايه المظاهره، ما كناش لسه خرجنا عند البوابات وكنا سامعين صوتهم، وكانوا وبعدين يا دوب وصلنا عند البوابات وضربونا بشكل بشع يعني. طب ماذا عن الاعداد التي تتواجد حاليا من الطلاب داخل الجامعه؟ لا والله هي حضرتك بتزيد يعني، الحمد لله يعني الطلبه بينزلوا بيشوفوا زمايلهم بيتضربوا فبينزلوا يعني، المظاهره مش راضيه تتفض، هي حاليا بتزيد مش بتتفض. الطالبه ايه من جامعه اسيوط اشكرك شكرا جزيلا.
بدأت النيابة العامة في منطقة الويلي اليوم التحقيق مع 25 طالبا بجامعة عين شمس تم اعتقالهم على خلفية الأحداث التي شهدتها الجامعة أمس. وكان طلاب من الجامعة قد نظموا أمس مسيرة باتجاه وزارة الدفاع للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين والقصاص لطالب كلية الصيدلة بعين شمس علاء عبد الهادي الذي قتل في أحداث مجلس الوزراء قبل عامين، إلا أن قوات الأمن تصدت المسيرة بالقنابل المسيلة للدموع. نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية عدة مسيرات بالإسكندرية، ففي منطقة برج العرب قرب مقر احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي ردد المتظاهرون شعارات مطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري ورفض الدستور. كما نظم التحالف وقفة احتجاجية أمام نادي القضاء بمنطقة جليم احتجاجا على سجن واعتقال مؤيدي الشرعية مطالبين بتطهير المؤسسات القضائية. وفي نفس السياق نظمت حركة شباب سبع الصبح بالإسكندرية مظاهرة نددوا فيها بالممارسات القمعية من قوات الأمن. وتأتي هذه المظاهرات اليوم استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى مواصلة التظاهر ضمن أسبوع الطلاب يشعلون الثورة. وأكد التحالف في بيان له الثبات على مبادئ الشهداء في مجزرتي رابعة والنهضة وفي الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء. وندد التحالف بما وصفه العدوان الغاشم على الجماعات واستمرار الاعتقالات مجددا تحذيره بأن دماء المصريين لن تذهب هدرا ودون القصاص لها. أعلنت وزارة الداخلية رسميا أنه تم منع الزيارات عن الرئيس المعزول محمد مرسي المحتجز حاليا بسجن برج العرب الإسكندرية لدواعي أمنية. وبرر المتحدث باسم الوزارة القرار بسبب نقل مرسي رسائل قال إنها تحرض على العنف إلى فريق من المحامين خلال لقاء في نوفمبر الماضي. ولم يوضح ما إذا كان منع الزيارات سيكون محدد الفترة أم مفتوحا. جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية في برج العرب منعت محامي مرسي من زيارته أكثر من مرة. من جانبه قال محمد الضماطي عضو فريق الدفاع عن الدكتور محمد مرسي إنهم سيتقدمون بطلب لزيارته كفريق دفاع، مشيرا إلى أنهم سيتخذون إجراءات قانونية في حال رفض الزيارة. وأكد الضماطي في اتصال مع الجزيرة مباشر مصر أن الرسالة التي نقلها عن الدكتور مرسي لم يكن فيها أي تحريض. نحن نستعد الآن لأخذ تصريح من النيابة العامة كفريق دفاع. يعني الزيارات اللي قبل كده خاصة بنجل الدكتور مرسي أو السيدة حرمه كانت زيارات عائلية. أما الزيارة اللاحقة التي سنستخرج بموجبها تصريح قريبا في منتصف الأسبوع القادم وقبل جلسة 8-1، أعتقد أن احنا هناخد إجراء قانوني في حالة منع هذه الزيارة. الرسالة التي كلفنا بها من قبل الرئيس محمد مرسي والتي شرفت بتلاوتها في مؤتمر صحفي لم يكن فيها حرفا واحدا يحرض على العنف. الأمر الآخر أنهم اعتمدوا على بند في قانون السجون بيقول أن يبقى في جزاء تأديبي لمدة شهر بموجبه تمنع الزيارات على المحبوس. أعلن حزب الوسط رسميا مقاطعة الاستفتاء على تعديلات الدستور المزمع إجراؤها في يناير المقبل. وأضاف الحزب في بيان له أنه سيشرح رؤيته والأسباب التي دعت لاتخاذ هذا الموقف للتحالف الوطني لدعم الشرعية من أجل الوصول إلى قرار موحد وجامع يكون الدافع فيه هو صالح الوطن واستعادة إرادته وتحقيق العدل لأبنائه. للطعن على قرار الرئيس المؤقت الخاص بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور باعتباره قرارا باطلا. وقالت الجبهة في بيان لها اليوم إن تعطيل دستور عام 2012 باطل ومنعدم، وإن عزل الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي هو انقلاب على الشرعية. وطلبت الجبهة الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء وعدم إعطاء شرعية للانقلاب العسكري. وأكدت الجبهة أن الدولة لم يتبقى منها إلا عصابات تحتل بالقوة كل مؤسسات الدولة حسب وصف البيان. دعا المفتي السابق علي جمعة المصريين كافة إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية،
والتصويت عليها بنعم، وقال إن من يفعل ذلك يكون مؤيدا من الله حسب تعبيره. كما قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن المشاركة بالإجابة في الاستفتاء واجب ديني. يأتي هذا وسط حالة متصاعدة من الجدل حول تدخل رجال الدين، وهم يدفعون المصريين إلى تبني موقف سياسي معين من خلال تصريحات يغلفونها بأحكام دينية. إقحام الدين في السياسة، المتاجرة بالدين، فرض الوصاية الدينية على المجتمع، عينة من أوصاف واتهامات لاحقت وما تزال الإسلاميين عموما والإخوان المسلمين خصوصا، وكانت رأس حربة في حملات إزاحتهم عن السلطة. يحدث في مصر اليوم أن تولد جبهة سياسية تسمي نفسها مصر بلدي، رئيسها الشرفي رجل يبشر المشاركين في الاستفتاء على الدستور بتأييد من الله. كل واحد في أسرته يذهب ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يؤيده لأنه يعمر الأرض. المفتي السابق علي جمعة يوزع رسائله فتختلط بين إلحاديين وإرهابيين يريد أن يرهبهم بحشد لا مثيل له. ولأنه ضد الفساد وضد الإلحاد وضد النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. الحشد وغرضنا الثاني التأييد. نعم يعني إيش؟ وفي الختام يريد رئيسا للمهمات الصعبة ومن غير السيسي يهتف الحضور. يكتمل المشهد بدخول رجل دين قبطي إلى المسرح فتقف الجماهير بانبهار. في مكان آخر رجل دين آخر يدلي بدلوه. فإن تقاعس عن مصلحة وطنية نقول له مصلحة الوطن جزء من صلب مصلحة الدين. أقول للمواطنين جميعا، على نحو غير مسبوق إذن تتصاعد حملات الحشد للاستفتاء على الدستور، وتأخذ في بعض الأحيان شكلا فولكلوريا كثيرا ما يسم الأنظمة الشمولية أو يحيل بالشكل على الأقل إلى مؤتمرات الحزب الوطني زمن مبارك التي قد تبدو في أحيان كثيرة أكثر انسجاما وحرفية وربما تشويقا. قالت تقارير صحفية إن وزارة الأوقاف قررت منع بعض الدعاة المعروفين من الخطابة في المساجد، وضمت القائمة أسماء مشايخ كبار كالشيخ أبي إسحاق الحويني ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب والدكتور عمر عبد العزيز وغيرهم. وطلبت الوزارة من مجالس إدارات المساجد غير التابعة لها عدم السماح لهؤلاء الدعاة بالخطابة، وهددت بضمها للوزارة إن لم هي تلتزم بتلك التعليمات. جدير بالذكر أن الشيخ الحويني كان قد أفتى بمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور. جدد محمود بدر مؤسس حركة تمرد موقف الحركة الداعم لترشح الفريق عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن الحركة ستدعم حمدين صباحي في حالة عدم ترشح السيسي. وأعلن بدر عن نية الحركة التحول إلى حزب سياسي بعد الانتخابات البرلمانية التي ستشارك فيها الحركة. بدأت نيابة قصر النيل التحقيق مع 12 ناشطا متهما تم القبض عليهم أمس أمام مجلس الوزراء بتهمة خرق قانون التظاهر، وكان نشطاء قد شاركوا في المظاهرات للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين في أحداث مجلس الوزراء قبل عامين، واستنكروا في وقت نفسه محاكمة المتظاهرين وذلك بدلا من محاكمة الجناة الحقيقيين. سنتين من النهاردة كانت أحداث مجلس الوزراء، سنتين من النهاردة فقدنا ناس كتير عزيزة علينا. للأسف الشديد المتهمين الوحيدين اللي في القضية دي بدل ما يكونوا العسكر المسؤولين عن قتل المتظاهرين هم المتظاهرين نفسهم. عندنا 269 متظاهر ومتظاهرة متهمين على ذمة القضية منهم مصابين، مفيش ولا عسكري واحد اتحاسب ولا اتعاقب ولا حتى اعتذر على مجزرة مجلس الوزراء. مفيش ثورة بدون عدالة انتقالية، وما ينفعش ان هم يتوقعوا مننا مصالحة او ان احنا فعلا نبص لقدام من غير ما يبقى فيه اعتذار ويبقى فيه حد يتحاسب بجد على الاخطاء دي. هي اصعب ذكرى بصراحة عدت في الثورة كلها، ذكرى احداث مجلس الوزراء زي النهاردة
شفنا وش جديد خالص للجيش ما كنتش متخيلاه ابدا ان ده جيش بلدي. الحب اللي كان جوايا من ناحيته اتغير، يعني ما كرهتش، بس اللي عمله فينا ومعانا خلاني احتقره، وما كنتش متخيله ابدا ان الجيش يعمل كده، هو يهتك عرض البنات بالمنظر دوت، يهنا يعمل لنا إيحاءات بجسمه وبيده، يقول لنا ألفاظ مش مفروض، مفروض إن هو اللي كان بيحمينا يعني، ده المفترض، للأسف في اليوم دوت هو أعلن محمد آمر الصحفي بجريدة الحرية والعدالة في أسيوط رفضه العرض على النيابة بعدما تم حجزه 15 يوما احتياطيا، وذلك على ذمة اتهامه بالانتماء لجماعة محظورة وتعطيله لمرافق عامة أثناء المظاهرات. وأكد آمر أنه سيدخل في الإضراب عن الطعام وسيمتنع عن استقبال الزيارات بعد تدهور حالته الصحية نتيجة عدم تهيئة السجن لاستقبال فصل الشتاء، مما عرضه هو وآخرين للمرض. قالت جهاد خالد زوجة الزميل عبد الله الشامي مراسل الجزيرة المعتقل في القاهرة منذ أغسطس الماضي، قالت إنه تم نقل الشامي و300 آخرين من سجن أبو زعبل إلى استقبال طرى بشكل مفاجئ. هذا وتجدد شبكة الجزيرة الإعلامية مطالبتها للسلطات المصرية بالإفراج عن الزميلين محمد بدر مصور الجزيرة مباشر مصر وعبد الله الشامي، وتحمل الشبكة السلطات المصرية مسؤولية الكاملة عن سلامتهما. وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد طلب أيضا في بيان له بالإفراج عن كل من محمد بدر وعبد الله الشامي، كما نددت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك باعتقال الزميلين. نهاية نشراتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأهم العناوين. قوات الأمن تحاول اقتحام جامعة أسيوط وتمطر جامعتي المنيا والمنصورة بقنابل الغاز. وزارة الداخلية تمنع الزيارات رسميا عن مرسي بدعوى التخوف من نقر رسائل تحرض على العنف. جدل متجدد حول استخدام الدين في السياسة بعد دعوات للتصويت بنعم على تعديل الدستور. انتهى عرض الأخبار، ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت، كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. في أمان الله. Thank you.